السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غنشوفوا الصفحتين 74 و75 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع عفوا ابتدائي. عندنا اكتيفيتي اورال رقم 1، حنا بدينا الوحدة الثالثة يونيتي 3 سيمين 1 اي 2. عندنا الهوايات هما الهوايات اوبجيكتيف دو كومونيكاسيون، الهدف ديال التواصل اللي عندنا في هذه الانشطه الشفويه. انفورمي تعطي دي زانفورماسيون، انفورمي هي تعطي دي زانفورماسيون. شنو هما لي زانفورماسيون؟ هما المعلومات، تعطي معلومات. سانفورمي هو تاخذ معلومات، فهمت؟ يعني ما تكونش عارف، مثلا يقول لك رياضة الشطرنج، تقول شنو هي رياضة الشطرنج؟ ما عارفهاش انت، كيعطيك هو معلومات عليها. اذا انت تي اون تران دو سانفورمي، كتاخذ معلومات. ولكن انفورمي هو داك الشخص من كتكون عارف انت شي حاجه وكتعطيها لشي شخص، يعني تعطي معلومات لشخص اخر لشي حاجه انت كتعرفها بالضبط. سانفورمي سور لي لوازير، حول الهوايات. واضح؟ جو كومبخون، افهم. هنا شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا هاد البنت هادي، راه كاينه جوج شخصيات. كاين هاد البنت هادي اللي عندها الشعر كحل قصير كاري، هادي هي هادي كدير السباحة لا ناطاسيون، وكدير لاتليتيزم يعني جدري العاب القوى. لاحظوا معايا هنا، وهاد البنت مولات الضفيرات، فهمت؟ هادي اللي عندها لي تريس مولات الضفيرات، كتلاحظوا بانها هي هنا وهنا. شنو كدير؟ كتلعب ها لي جو فيديو، كتلعب غير اون لين لي جو فيديو، يعني كتلعب ديك الالعاب ديال الالعاب الالكترونيه اللي بالانترنت. واضح؟ هنا هما خارجين من المدرسه وهما كيهضروا، اذا غالبا كيهضروا على الهوايات ديالهم. كاينه جوج بنات، هاد البنت هادي اللي عندها الضفيرات، وهاد البنت هادي اللي عندها الشعر قصير مقطع. هاد البنت شنو كتقول؟ كتقول بان كندير لاتليتيزم ولا ناطاسيون. هاد البنت شنو كتقول؟ كتقول انا كندير لي جو فيديو، يعني كنلعب الالعاب الالكترونيه بالانترنت. دابا نشوفوا الاسئله اللي يقدر يطرح عليكم الاستاذ. يقول لك كومبيان ياتيل دو بيرسوناج سور ليماج، شحال كاينه من شخصيه في هذه الصوره او في هذه الصور. سور لي زيماج، شحال كاينه من شخصيه؟ طبيعه الحال قلت لكم البنت اللي عندها الضفيرات والبنت اللي عندها الشعر قصير. اليا دو بيرسوناج، كاينه جوج شخصيات. او سون سي بيرسوناج، فين كيتواجدوا هاد الشخصيات؟ راهم في الطريق للمدرسة، خارج من المدرسة. لي دو بيرسوناج سون سور لو شومان فيغ لور ميزون، لأنهم غاد خرجوا من المدرسة وغاد راهم في الطريق لديورهم. سور لو شومان دو لور ميزون، كتلاحظ بأن ظهرهم معطي للمدرسة، يعني راهم خرجوا من المدرسة، ماشي وجههم كيشوفوا في المدرسة، بالعكس راه ظهرهم للمدرسة، يعني راهم غاد بحالهم. أكوا بونس لي دو في، فاش كيفكروا هاد البنات؟ كتلاحظ هذه كتفكر في داك الالعاب الهوايات ديالها، وهذه كتفكر في الهوايه ديالها. دونك اكوا بونس لي دو في؟ ال بونس ا لور لوازير، كيفكروا في الهوايات ديالهم. يقدر يسولك الاستاذ يقولك ا فوتر افي دو كوا ساجيتيل دون لو ديالوغ، على من غادي يهضر لو ديالوغ اللي غادي نشوفو؟ غالبا غادي يهضر على هاد لي لوازير دو سي دو في، يهضر على الهوايات ديال هاد جوج بنيات. اذا نشوفو لو ديالوغ، نسمعوه ونشرح. واضح؟ لو ديالوغ شنو فيه؟ قالك سي لا فان دو لا سيمين، انها نهاية الاسبوع. اون سورتون دو ليكول، هما خارجين من المدرسة، فاطمة سو ديبيش بور الي براتيكي سي لوازير بريفيري، فدوا لانتيروج. قالك هما خارجين من المدرسة، فاطمة كتزرب سو ديبيش بور الي، باش تمشي تمارس براتيكي تمارس سي لوازير الهوايات ديالها المفضلة بريفيري. فدوا لانتيروج يعني كتسولها، اش كنقول بوان دانتيروغاسيون، علامة الاستفهام. إذا انتيروجي يعني سألة، كتسول شي حد يعني راك كتستفهمو. لو ديالوغ شنو فيه؟ فدوا شنو قالت؟ بونجور فاطمة tu es pressé، أنا ما كايناش اس هنايا ضربت عليها، tu es pressé، أنت مزروبة. وزدنا او عاد ديال المؤنث لانهم كونجيغي هاد لو فيرب. هنا رحنا كنهضروا على مؤنث، تي انتي مزروبه، فهمت؟ اذا زدنا الاو ديال المؤنث. او فا تو، فين غادا؟ او فا تو، فين غاتمشي؟ فاطمه شنو قالت لها؟ جي ان ماتش اون ليني ديسي 30 مينوت،
ترى عندي واحد المقابلة يعني على المباشر اونلاين يعني في الانترنت من دابا دي سي 30 مينوت، من دابا واحد 30 دقيقة عندي مقابلة مباشرة عبر الانترنت. فدوا شنو قالت لها؟ تو فو دير واش بغيتي تقولي اونلاين، بغيتي تقولي كتقصدي اون كومبيتيسيون، واحد المنافسة ديال العاب الفيديو، دو جو فيديو. يعني العاب فيديو اش كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بها مثلا داك الالعاب ديال بلاي ستيشن، الالعاب ديال الاكس بوكس، الالعاب ديال نينتندو، الالعاب ديال داك لي جو بي سي، دوك الالعاب اللي كاينه في الحاسوب اللي كتلعب اونلاين. واضح؟ فاطمه شنو قالت لها؟ وي ان جو الكترونيك، نعم هي لعبه الكترونيه سور كونسول. شنو هما لي كونسول؟ لي كونسول هما دوك اللي كيتباعوا بلاي ستيشن، راه مشهوره كونسول، كتسمى واحد بحال جهاز ديال الالعاب كيتسمى كونسول، جهاز الالعاب كيتسمى اون كونسول او اورديناتور. لان يعني الالعاب الالكترونيه فين تقدر تلعبهم؟ تقدر تلعبهم اما في لي كونسول. لي كونسول مشهورين هما اكس بوكس وبلاي ستيشن، بيناتهم منافسه، كاين اللي كيفضل اكس بوكس وكاين اللي كيفضل هاد بلاي ستيشن، على حساب الجرافيزم ديالها، يعني اشكال اللاعبين كيكونوا قراب للحقيقه، على حساب داك الاصوات اللي فيها، على حساب يعني المرونه ديال اللعب، يعني كل واحد وشنو كيفضل. اذا سور كونسول او اورديناتور ولا عبر الحاسوب. كاين اللي كيهرب من الحاسوب، علاش؟ لانه كيضطر يلعب بالكلافي، رغم ان حاليا دابا كاينه مانيطات ديال الحاسوب اللي بغى الالعاب الالكترونيه. فدوا شنو قالت لها؟ قالت لها اي بوكوا تو شوازي سي جو، وعلاش كتختاري هاد الالعاب هادو؟ il y a d'autres loisirs plus intéressants. كاين هوايات اخرى اللي اكثر اثاره الاهتمام، يعني مثيره للاهتمام اكثر من هاد الالعاب الفيديو، بحال مثلا كوم لا ليكتور، بحال القراءه، بحال الرسم، لا بانتور. قلت لها زعما هاد الالعاب هادو ما يفيدوكش، خصك تشوفي شي حاجه اللي تكون اكثر واقعيه، لان ما كتبقى العاب جو فيديو كتلعبها في الخيال. قلت لها ديري شي حاجه اللي تمارسيها وتكون اكثر واقعيه، بحال القراءه، بحال الرسم. فاطمه شنو قالت لها؟ قالت لها وانت اي توا كيل سون تي لوازير بريفيري، شنو هما الهوايات ديالك المفضله انتيا؟ فدوا قالت لها جو براتيك دو لاتليتيزم اي لا ناتاسيون. قالت لها انا كنمارس العاب القوى، لاتليتيزم اي لا ناتاسيون، هو السباحه. نعاودو، سي لا فان دو لا سيمين، ان سورتون دو ليكول فاطمه سي ديبيش بور الي براتيكي سي لوازير بريفيري. فدوا لانتيروج، بونجور فاطمه، tu es pressé؟ Où vas-tu؟ J'ai un match en ligne d'ici 30 minutes. Tu veux dire une compétition de jeux vidéo? Oui, un jeu électronique sur console ou ordinateur. Et pourquoi tu choisis ces jeux? Il y a d'autres loisirs plus intéressants comme la lecture, la peinture, etc. Et toi, quels sont tes loisirs préférés? Je pratique de l'athlétisme et la natation. نعاودو دابا نقراو بالنسبه للناس اللي عندهم صعوبه في القراءه، نقراو كلمه بكلمه. C'est la fin de la semaine. En sortant de l'école, Fatima se dépêche pour aller pratiquer ses loisirs préférés. فدوا لانتيروج. لاحظوا بان كل وحده فيكم، بحال دابا جوج بنات يديروا هاد، يحفظوا هاد الدور ديالهم، ولا جوج ولاد ينوضوا يبدلوا سميه فدوا وفاطمه، يديروا مثلا دريس خالد اللي بغاو، ما كاينش المشكل. واضح؟ اذا كل واحد غادي يحفظ فيكم دور. هنا بونجور فاطمه، tu es pressé؟ Où vas-tu؟ J'ai un match en ligne d'ici 30 minutes. Tu veux dire une compétition de jeux vidéo? Oui, un jeu électronique sur console ou ordinateur. Et pourquoi tu choisis ces jeux? Il y a d'autres loisirs plus intéressant comme la lecture,
la peinture. Et toi, quels sont tes loisirs préférés? Je pratique de l'athlétisme et la natation. هذا دابا غنشوفوا الاسئله ديال الفهم اللي غتطرح عليكم. يقدروا يسولك استاذ او استاذه، يقول لك كومبيان ياتي دو بيرسوناج دون سو ديالوج، شحال كاينه من شخصيه في هذا لو ديالوج. غنقولوا يا دو بيرسوناج، كاين جوج شخصيات في دواء او فاطمه. يقول لك كومون سابيل سي بيرسوناج، شنو الاسماء ديال هاد الشخصيات؟ غتقول له لي بيرسوناج سابيل فاطمه اي فدوى. يقول لك او سو تروف فاطمه اي فدوى، فين كيتواجدوا فاطمه وفدوى؟ انتما كتلاحظوا فين كيتواجدوا، خارجين من المدرسه وغادي بحالهم. غتقول له سور لو شومان ايل روفيان دو ليكول، سور لو شومان راهم راجعين من المدرسه، ايل روفيان دو ليكول. واضح؟ سؤالك مثلا ا بروبو دو كوا بارل تيل، علم كيهضروا؟ Elle parle à propos de leur loisir. Elle parle à propos de leur loisir. Ou comme maintenant, 74, 75, 75, il a l'air.